إن التعليم في المملكة السعودية هو الركيزة الأساسية التي سنحقق بها تطلعات شعبنا نحو التقدم والرقي في العلوم والمعارف، كما أن الجهد المقدم في هذه المناسبة سينعكس على مستوى التعليم في بلادنا، فالشكر والتقدير لكل من أسهم فيه بجهد. يسعدني باسم الزملاء والزميلات أن أتقدم لكم يا صاحب السمو بخالص الشكر وعظيم الامتنان لتشريفكم حفل افتتاح المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام، نيابة عن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله ورعاه.